المهاجمين تكمن مهارتهم في المواجهة المباشرة مع المدافع في كيفية أنه يتخلص من المدافع بالإمكانيات الفنية، وفي من المهاجمين تكمن المهارة متاعها داخل منطقة الجزاء، أي كما حتى أمامنا كرة عرضية والرأسية والجول الثاني لمصلحة فريق الاتحاد. شوف الكرة مليمترية عرضية بالمقاس ورأسية بكل ثقة في النفس بكل برودة أعصاب.